قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي إن الحكومة الانتقالية توظفت كل إمكانياتها وقدراتها من أجل تحقيق السلام لأنه الذي يقود للتنمية. وأوضح لدى مخاطبته مؤتمر نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان إن مجرد تحقيق السلام يؤدي إلى زيادة في معدلات الناتج المحلي، مبينا أن المرحلة الحالية تتطلب معالجات اقتصادية تعمل على محاصرة التضخم. أكد والي نهر النيل عبد المحمود حماد أن انعقاد اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة في دورتها السابعة بالخرطوم سيتم من خلاله التوقيع على عدد من العقودات والاتفاقيات المشتركة بين نهر النيل والشركات العاملة في إنتاج الطاقة الكهرومائية لزيادة الناتج من الطاقة حتى تساهم الزيادة في رفع كفاءة مصانع الإسمنت والمشاريع الزراعية الإنتاجية. وقال الوالي لدى لقائه وفد شركة إليانس الروسية العاملة في مجال إنتاج الطاقة أن مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في موسكو مؤخرا تأتي بغرض تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة والتي تقدر ب 900 ميجاوات. بلغت جملة المحاصيل التي وردت من مناطق الإنتاج المختلفة إلى أسواق المحاصيل بمدينة أم روابة بشمال كردفان 5964 طنا منذ بداية الموسم التسويقي لأسواق المحاصيل بالمحلية وحتى الآن. هذا وأوضح المدير التنفيذي لأسواق المحاصيل بأم روابة محمد توم الطيب أن المحاصيل التي وردت شملت السمسم الكركديه ومحاصيل من كافة مواقع الإنتاج من جنوب كردفان ومناطق المحلية المختلفة، وأكد أن الموسم التسويقي جيد من حيث الإنتاج والتوسع الكبير في الرقعة الزراعية. هذا وكشف رئيس مجلس إدارة أسواق المحاصيل بمحلية أم روابة خالد الشيخ عن تصدير 1335 طنا من السمسم والكركديه منذ الأول من نوفمبر بجانب دخول الشركات والتجار لشراء المحاصيل، وأعلن أن الموسم التسويقي قد بدأ، وأوضح أن الموسم الزراعي لهذا العام يبشر بإنتاج وفير ونجاح بكل المقاييس وفقا لمعدلات الأمطار التي هاطلت غزيرة في مناطق مختلفة إلى جانب التوسع الكبير في زراعة المحاصيل الزراعية وزيادة مساحات المحاصيل النقدية.